أنا هلا حش سليمان Digital Tools Expert from L.A.L. Lebanese Alternative Learning. هالفيديوتين جزء من المدرس Project ومن خلاله رح نتعرف سوا على different online tools وكيف نستخدمهم. بالفيديو اليوم رح نتعرف سوا على Flipgrid. Flipgrid هي أداة تستعمل للفيديو discussions بين التلاميذ. يعني نقاشات بتصير من خلال تصوير فيديوهات بيطرح فيها التلاميذ أفكارهم وبيشاركوا آرائهم مع الآخرين. خلينا نشوف كيف. أول شيء بنفوت على www.info.flipgrid.com. مثل ما مبين هون في عنا ساين أب وفي عنا هون شيء بيقول جوين كود. رح تشوفوا بالآخر لما نعمل نحن النشاط بيعطونا كود بنبعته للتلاميذ. التلميذ بيفوت على Flipgrid وبحط الكود وبيعمل ساين ان على Flipgrid. هلا رح نكبس على ساين اب. اكيد بتعملوا ساين اب من بعد ما تحطوا اساميكم وتكتبوا البلد اللي انتم فيه واي صف بتعلموا. بتفوتوا لهون ببين انه عندكم بعد زيرو توبكس وما في عندكم ولا جروب. رح نعملهم هلا مع بعض. بنكبس على كرييت جروب. فنحن بدنا كرييت مش جوين. رح سميه مثلا جريد 4. انتم فيكم تسموه الصف اللي انتم بتدرسوا فيه. إذا بنكبس على Edit Theme ببين عنا مختلف الأشياء أو الصور اللي فينا نحن نحطها وفينا كمان تكون تتناسب مع الشيء اللي نحن عم نشتغل عليه أو عم نتعلمه بالصف. رح نقي حيالة شيء هلأ أنا. أوكي وهون مثل ما شايفين فيكن تعملوا Invite للممبرز من بعد أكيد ما تخلصوا النشاط أو حتى فيكن تبعتوا اللينك وتحددوا إذا حيلا حدا في فوت إذا استعمل اللينك ولا لازم أنتوا تقبلوا للشخص قبل ما يفوت على النشاط. كمان إذا بتستعملوا جوجل كلاسروم فيكن دغري تعملوا import أو تبعتوا الأسامي التلاميذ اللي عندكم على جوجل كلاسروم تلقائيا بيصيروا موجودين على Flipgrid. رح أكبس create group. مثل ما شايفين هون هيدا هو اللينك اللي عملكن عنه. بس تخلصوا فيكن تبعتوه على جوجل كلاسروم على تيمز أو غير بلاتفورم تستعملوها. ونفس الشي هون فيكن تغيروا لمين بتكون تعطوا اللينك مثل ما سبق وقلت. وهون في عندكن الكيو ار كود كمان فيكن تبعتولون اياها. هلأ صار عنا الجروب. بقلب الجروب فينا نحط كتير نشاطات أو هن بيسمون topics. يعني هيدا الشيء مثلا هو example هنا already عاملينه. نحنا رح نعمل هلأ topic مع بعضنا. نكبس على topic. رح قول التايتل لنقول نحنا عم نتعلم عن theories of evolution. بالdescription بدي حط شو بدي أو شو بتوقع من التلاميذ يعملوا. مثلا after reading about different theories film yourselves giving your opinion about each and providing examples to support your thoughts. So هون بس اكتب التعليمات فينا اعملها بالbold فينا italic فينا underline فينا حتى حط link كمان وفينا هون غير recording time. يعني انا بدي اعطيهم وقت للتلاميذ انه يصوروا حالهم ففينا اعطيهم وقت يعني فيهم يصوروا فيديو maximum دقيقتين او دقيقتين ونص او ثلاثة دقائق. رح نحط دقيقتين. So هون مثل ما شايفين فينا نحط صورة فينا حتى نصور التعليمات بطريقة انه انا حط حالي عم بحكي بالفيديو فينا حط smiley face فينا حط emojis فينا حط expression people حيالا شيء. رح ننقي مثلا شجرة كمان اذا ما بدي حط شيء فينا حط فيديوز من يوتيوب او حيالا لينك تاني او فينا حتى حط فيديو انا اوريدي عندي وبس خلص بعمل save changes وهيك بصير عندي theories of evolution group جاهز. هلأ مثل ما مبين هون عندي zero responses يعني بعد ما حدا رد علي. بكبس هون على الثلاث نقاط فينا ارجع زبط بهيدا التوبيك فينا خبيه تبع يبين فينا اعمل منه نسخة تانية فينا محيه فينا حتى انا اعمل حالي عم جاوب على السؤال وصور حالي فيديو او بكبس شير وببعتلون اللينك مثل ما سبق وفرجيتكم. انا رح اعمل كوبي لللينك وراح افتح النيو تاب وفوت على اللينك كأني انا تلميذ بس تفرجيكم كيف ببين عندي. شو ببين عندي انا كتلميذ هيدا الشيء وبقرا شو مكتوب هون تعليمات وبعمل بكبس add response وبصور حالي فيديو وبرد عليه وبس رد على الفيديو ببين عندي هون responses كم حدا رد. سو بنرجع بنكبس هلا على groups واذا بنكبس على هيدا السهم الموجود هون بنفوت على discovery ببين عندي كل Flipgrid يلي already معمولين من غير اساتذه بالعالم فينا نستعملهم. سو رح نشوف سوا مثلا حيلا مثل بسيط فينا نستخدمه. خلينا نحط بالسيرش مثلا evolution مثلا بين عندي انه في حدا على Nearpod عامل Darwin's Theory of Evolution فينا استخدمه.
رح اكبس على هيدا الاكتيفيتي وبيبين عندي انه في حدا عامله على Nearpod. سو انا بعمل plus add topic وبزيده على my group يلي هو grade 4 بكبس save to group بروح على my topics ببين عندي انه Darwin's theory صار عندي. سو انا فينا اعمل له edit, فينا اعمل له share, فينا حتى حطه انه بس يشوفوه حتى ما يفوتوا ويعملوه هلا, او فينا خبيهم عنه تيجي النهار اللي انا بدي نزلوا فيه. سو انا بكبس على edit وفينا غير فيه, مثلا فينا خلي الايمج اللي هن حاطينه, او فينا حتى خلي تعليمات وزيد عليها, مثلا قل لهم انه سوري حالكم فيديو انتوا عم تشرحوا واحدة منهم او تعطوا رايكم, يعني فينا غير فيها مثل ما هي بتناسبني وتصير كمان بتتلائم مع الاهداف اللي عم نعطيها نحن عنا بالصف. سو انا رح حط cancel, رح ارجع فوت مره تانية على discovery تنشوف شيء غير فينا نستخدمه. يعني مثلا life cycle of a butterfly رح اكبس عليها. سو بقدر شوف شو مكتوب انه في فيديو لازم يحضروه وبعدين لازم يشرحوا كل cycle بكلماتهم الخاصة. سو بقدر اخده او اعمل له share دغري. اذا بدي اخده بيعطيني المجال اني اعمل له edit او غير فيه. سو بحطه على grade 4, بعمل save to group, بروح على my topic ببين عندي, وكمان فينا مثل ما سبق وقلت لكم غير فيه. وهيك هالقد بسيط هو Flipgrid. الحلو فيه انه بشجع التلاميذ انه يصوروا حالهم ويطلعوا قدام الكاميرا هن وعم يشرحوا عن وجهة نظرهم او عم يشرحوا عن اي موضوع عم نعطيهم اياه. وهذا كان كل الفيديو عن كيف نستخدم Flipgrid. stay tuned حتى نتعرف سوا على غير online tools بالفيديوز الجايين.